في البداية عايز أبدأ الأول يا كابتن حمدي بالعلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي أو ما بين لاعيبة النادي الأهلي وما بين لاعيبة كل الأندية. والله يعني يمكن الحاجة دي مش جديدة على النادي الأهلي. نعم. في شهر رمضان اللي فات كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه إن شاء الله عمل دعوة، صحيح، كانت برنامج رد الجميل. صحيح. رسالة. كابتن خطيب قدر يقدم رسالة. كابتن علي حسن شحاتة، كابتن علي خليل، كابتن مصطفى رياض، الدكتور حسن مصطفى، يعني أقول مين ولا مين. نعم. فده بيدل على أن النادي الأهلي فعلا بيقدر الناس اللي بيتعامل معاها. أيوة. فكنا سعداء جدا أن احنا بنشوف جميع النجوم. الكابتن محمود الخطيب عامل لهم دعوه، صحيح، وقعدنا بنفطر مع بعض وهي دي، يعني اقصد اقول هي دي الرياضه. مظبوط، هي دي الرياضه اللي هي بتبقى فيها علاقات. ما تعرفش مدى سعادتي ان انا جاي لك نمره واحد. لا يا كابتن، ده شرف ليا. وبعدين اتفاجئت ان الكابتن ماهر صح موجود. انا عامل لين مفاجاه كده الحقيقه، عملها فريق الاعداد النهارده بوجود حضراتكم دائما مع بعض يعني، فقالوا لي بقى نعمل كذا، قلت لهم طبعا. ده طول عمره ما بيسيبنيش لغايه دلوقتي مع بعض في الملعب. منتخب مدارس. وبعدين يمكن كان في كورنر، فانا عارف ان ماهر ماسكني، اوكي، فبتضمي نطلع فوق اعمل كده اعمل كده، مفيش حاجه مش هتحور. لقيت واحد عمل دبل كيك في مناخيري، تعورت، وقعت. الماتش وقف وكده. وبعدين افتح عينيا اقول له يا ماهر، ده كلام يا ماهر. حضرتك بتلعب في المقاولين وكابتن ماهر بيلعب في الاهلي. كان في ملعب المقاولين. وحضرتك راس حربه والكابتن ماسكك. كابتن ماهر ماسكك على طول. قال لي يا حمدي مش انا ده الواد الاسود اللي ماشي. محمد عباس. انا كابتن محمد عباس. كان راجع في الكورنر. كان راجع في الكورنر. احنا لقينا حمدي ايه؟ شطيحه. لا والله. كده يا ماهر. كده يا ماهر. قلت له ده مش ماهر، ده بليد. فطلع عباس بقى. فيعني اقصد اقول لحضرتك كابتن ان احنا لعبنا رياضه. والرياضه يعني نمرة واحد فيها ان انت بتعمل علاقات مع كل زمايلك. طبعا. مفيش عدوانية بيننا وبين بعض. في اللي بيكسب بنقول له مبروك. فدي الاسس اللي الرياضة قايمة عليها. قايمة عليها. لابد ان احنا نتعاون في رجوع الاشياء يا رب القديمة دي ترجع تاني في ملاعبنا.